أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير على عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الكويتي والمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون في مجال العمل البرلماني بين البلدين الشقيقين. وأضاف معاليه على الحرص المتواصل والدائم في دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين مشيدا بما بلغته مستويات التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين في مختلف المحافل البرلمانيه، وتقدم معاليه بخالص التهاني والتبريكات لمعالي رئيس مجلس الامه الكويتي بموفور الصحه والسعاده وعلى دوله الكويت الشقيقه بالمزيد من التقدم والازدهار والنماء والاستقرار في ظل القياده الحكيمه لامير دوله الكويت الشقيقه.